السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج أكثر من قناة ليبيا روحها الوطن. بعد أن وعدوهم بالعودة وحددوا لهم اليوم الأول من فبراير لفعل ذلك، أوقف أهل تاورغا بالآلاف على أعتاب مدينتهم التي كادوا أن يدخلوها اليوم لولا قرارات منع فجائية ولا مبرر لها، خصوصا وأنه يسبقها توقيع اتفاقات مصالحة وتعويضات وتطمينات ووعود. في أكثر الليلة نرصد ردود الفعل. احنا نبغى نرجع لتاورغ، علينا يومين في الطريق، نبغى نردوا لبلادنا، نبغى نردوا لبلادنا، احنا نبغى نردوا لبلادنا، لينا 7 سنين بلاها بلادنا. لا تبكي يا صغيرتي، فتاورغ لكم مسجلة باسمكم وستعودون إليها مهما طال الزمن. كيف لا تعودون والبيوت تناديكم من تحت الركام أن ارجعوا إلى أحضاني، فقد اشتقت لكم مثل ما اشتقتم لي. بنروح حتى تحت النخلة عادي، حتى بنروح لبلادي حتى تحت النخلة عادي، قالنا بنروح حتى تحت النخلة عادي تضربني صقع، لكن بنروح لبلادنا. شو المطبخ؟ قالنا عيانا من الكامبوات، عيانا نعد نروح لبلادنا. أطفال تاورغا كبروا قبل أوانهم، ولدوا بين الخرق والصفيح، رضعوا حب مدينة لم يروها بعد، سمعوا عنها في بكاء آبائهم وأمهاتهم، فاختلط الحب بالحليب والدموع. كل ليلة، كل تنهيدة، طيلة 7 سنوات. نطلب من كل إخواننا الليبيين أنهم يجوا معنا ويوقفوا معنا، لأن ناس مغلوبين على أمرنا ومظلومين، ونبقوا حواشينا وبلادنا. وإن شاء الله ربي يستر، وإن شاء الله نبقوا السلام، ونحن ننتظر في هذا اليوم منذ الإعلام بفارغ الصبر، وإن شاء الله ربي يكون في عوننا. أمال بالعودة لم تنقطع قط، ملأت قلوب أهل تاورغا، الرجال والنساء، الصغار والكبار، كلهم صبروا على الألام لأجل لحظة العودة، وحينما حانت هذا ما حصل. حاليا موقفين في منطقة 40 في سنت، اللي جايين من المنطقة الجنوبية موقوفين في الهيشة الجديدة، اللي جايين من المنطقة الغربية بالكامل أبداها من راس جدير، طرابلس، ترهونة، وموقفينهم كلهم وين؟ موقفينهم في طريق بن وليد. إجراءات المنع الفجائية وضعت كل الاتفاقيات والبيانات بشأن عودة أهل تاورغا في حرج. اعتبر أهل تاورغا أن ما يجري لعب بمشاعرهم وتهجير ثان لن يسمح أن يحصل أبدا. لا، ما يصير منا الكلام هذا، والله يا ربي يفتح الله طريقنا، إن شاء الله يفتح الله طريقنا يا ربي، فرج الله علينا، حط في قلوب الحن والرحمة إن شاء الله، حط في قلوب الحن والرحمة إن شاء الله، يرحمنا الله، يرحمنا الله، من تكتين عليك والمولى يرجي فيك إن شاء الله، اللهم ولانا العظيم إن شاء الله. مشاعر الأسى غطت أهالي تاورغا الواقفين على أسوار مدينتهم، يصرون على العودة وأن تنتهي معاناتهم إلى الأبد. احنا اليوم عرفت تاورغا في يوم 1/2/2018 كان حلمنا ان احنا نردوا لبنادنا، لكن هالحلم ما تحققش، ما شفناش الا المدارس اللي خلوا فينا انقمزوا فيهن. امتى بنردوا احنا؟ امتى بنردوا؟ حلمنا ان احنا نردوا، لكن هم كل يوم يقمزوا فينا في مدارس، ما عادش نقدروا احنا نتحملوا، نبوا اراضينا. لامتى بنقعدوا على هذه الحاله نازحين؟ يعني كل ما يخش المدرسه يقولوا هيا النازحه، ما عادش نبوا احنا هيك، نبوا نردوا، نبغى نردوا، هذا حلمنا بس، ولو يردونا والله البلاد حتتفلح. شكرا، نبغى نقول لقناة ليبيا تشانل شكرا، لأنهم هم محترميننا وعارفين إن احنا موجودين هنا. في أكثر الليلة لدينا أكثر من ضيف، نبدأ برئيس اللجنة الإعلامية لعودة نازحي ومهجري تاورغا عماد أرجاع التاورغي، وفي سياق هذه الحلقة أي بعد قليل سوف ننتقل عبر الأقمار الاصطناعية إلى منطقة بن وليد، حيث سوف نجري لقاءات على الهواء مباشرة مع مجموعة من مهجري تاورغا الذين تم منعهم اليوم من دخول مدينتهم بعد أن كادوا يدخلوا المدينة وبقوا على أعتابها أو على أسوارها مثل ما يقولون. لكن نحاور السيد عماد رجيع رئيس اللجنة الإعلامية لعودة مهجري تاورغا حتى نفهم الصورة قبل أن ننتقل إلى الأحداث على الأرض. سيد عماد، أهلا بك، أهلا بك في برنامج أكثر. سيد عماد، حاورناك في الحلقة السابقة في البرنامج وكانت التوقعات كلها يعني جيدة. اسمعني من الهاتف لو سمحت سيد عماد، إن كنت تتابع التلفزيون. نعم
استاذ نبيل هو نعم مش الان ناقش. كنت اقول حاورناك قبل يومين تقريبا او قبل يعني 24 ساعه من الان، وكانت يعني الامور كلها تسير بشكل جيد، وكان الجميع ان اهل تورغة سوف يبيتون الليله في مدينتهم، ولكن هذا ما لم يحصل. فكيف انقلبت الفرحه بالعوده الى اللا عوده؟ هل اطلعتنا على مجريات الامور اليوم؟ اولا مساء الخير وشكرا على الاستضافه. ثاني شيء، معنويات اهالي تورغة حتى وان تم منعهم اليوم من دخول مدينتهم، وهذا يعد التهجير للمره الثانيه اللي نعتبره تهجير للمره الثانيه. اهالي تورغة الان في منطقه جراره القطف، هي منطقه حدوديه بين مدينه بنوليد ومدينه تورغة. المعنويات لاهالي مرتفعه، موجودين في كل مكان، موجودين في العراء، موجودين الناس لكي يشعروا بالدفء اشعلوا بعض النيران، موجودين العائلات في النساء في المدارس، حوالي ثلاث مدارس، رجال موجودين في حوالي ثلاث مساجد امامي هم الان. الان في زي التجمع للاهالي وتدارس وتباحث ما الذي حصل، ولكن كل المعلومات مرتفعه. قبل الحلقه مباشره كنت متصل باهالينا اللي موجودين على مشارف سرت من المنطقه الشرقيه، حتى هم نفس الشيء، معنوياتهم مرتفعه. ما الذي يجعل هذه المعنويات مرتفعه سيد عماد؟ المعنويات مرتفعه بعد ان كانت التوقعات ان اهل تورغة سوف يدخلون بلا مشاكل او بلا عراقيل. معنوياتنا مرتفعه استاذ نبيل لاننا على حق، لان هذه مدينتنا، لان هذه بيوتنا، لان زمره، خلينا نقول لك زمره من الكلاب المسعوره ان صح التعبير واسف على اللفظ، هي التي منعتنا من دخول بيوتنا. من منعنا هو عدم وجود الدولة، من منعنا هو عدم تلبية الدولة لالتزاماتها، عدم تلبية المسؤولين من كل الأطراف لالتزاماتهم. اللي جعل معنوياتنا مرتفعة هو تخلي لجان المصالحة كلها في ليبيا عنا، هو تخلي كل المسؤولين عنا. اللي جعل معنوياتنا مرتفعة هي المعنويات اللي اكتسبناها من صبر سبع سنوات في المهجر، في المخيمات، في الاكواخ، في بيوت الاجار. وكنا كل لحظه نرى صور منازلنا وصور بيوتنا وصور مدينتنا عبر الانترنت وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولا نستطيع الدخول اليها. اللي خلى معنوياتنا مرتفعه ان الان احنا في 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 منطقه حدوديه بين بنوليد وتورغة نشم نسيم تورغة. اللي خلى معنوياتنا مرتفعه كخابر الليبيين وبعض الليبيين وبعض المسؤولين الليبيين للاسف، وليس كل الليبيين اسف ان اخطات. اللي خلى معنوياتنا مرتفعه المجلس الرئاسي تخلى عن مدينه تورغة في اخر لحظه. اللي خلى معنوياتنا مرتفعه كل من 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 لم يلحق بنا من الليبيين، من كل اللجان، من كل القبائل. احنا موجودين الان تورغة في ضيافه بنوليد، كل الشكر والتقدير للمجلس المحلي بنوليد، للمجلس الاجتماعي بنوليد، لمديريه امن بنوليد، للهلال الاحمر بنوليد، لكل حبه رمل موجوده في بنوليد، كل الشكر لهم. الان الاهالي رغم البرد القارص اللي في المنطقه موجودين في العراء، اكثر من حوالي 10,000 شخص موجودين الان في بنوليد، توزعوا بين جيرانه القطف وبين المردوم وبين بنوليد وبين مخيم البنيه التحتيه، معنوياتهم كلهم مرتفعه. ونحن على ايمان باننا سوف ندخل مدينتنا في وقت قريب جدا، غدا بعد ساعات يطلع الفجر ندخل مدينتنا، لكن لم تمنعنا هذه الزمره من دخول بيوتنا. يجب ان ينجم هؤلاء، يجب ان ينحى هؤلاء من امامنا، من امام طريقنا، لاننا على حق. يجب ان يغادر هؤلاء من امامنا، ان يتركوا مدينتنا، ان نعيش بامان، وان تكون مدينتنا منطقه مسلحه. نعم. سوف نعود إليك، ابقى معي. سيد عماد أرجايع التورغي رئيس اللجنة الإعلامية لعودة مهجري تورغة، أذهب بالأقمار الاصطناعية إلى بنوليد ونجري لقاءات على الهواء مباشرة من هناك. أرى في الصورة مراسلنا الناير اليعقوبي، مرحبا بك مرة أخرى الناير. كيف هي الأجواء من حولك؟ يعني نحن نحاول أن نرصد هنا ردود الفعل
ما بعد منع أهل تورغة على الأقل من الجهة الغربية حيث أنت موجود الآن من الدخول إلى مدينتهم، بعد أن كانت كل الوعود في صالح العودة، انقلب السيناريو رأسا على عقب وفي آخر لحظة. أطلعنا على الأجواء من حولك، الأهالي وكيف يستطيعون البقاء تحت هذا البرد القارس وفي هذا الوقت المتأخر من الليل في المنطقة. نعم نعم نبي، حقيقة كما قلت يعني الفرحة التي كانت مرسومة على الوجوه وأيضا في القلوب في الصباح الباكر انقلبت هذه الفرحة للأسف الشديد إلى حزن ملأ القلوب بشكل كبير جدا. يعني احنا لاحظنا ومن خلال اللقاءات التي أجريناها الصباح كم كانت السعادة والبهجة والسرور لدى الأطفال، عند الأطفال والرجال والكبار والصغار النساء، يعني كانت فرحة كبيرة جدا. للأسف الشديد انقلبت هذه الفرحة إلى حزن. الآن نحن في مخيم تاورغاء ببن وليد، هذا المخيم يقطن فيه في حدود 200 نسمة منذ عام 2011. هذا المخيم النازحين فيه يعانون في واقع معيشي صعب جدا، ويأملون حقيقة منذ فترة منذ سنوات أمل العودة إلى مدينتهم تاورغة. الآن معي الأستاذ علي فريضة وهو عضو اللجنة التسييرية لمخيم تاورغة في بن وليد، وأيضا معي الأستاذ داوود طليحة وهو رئيس أعيان نازحي تاورغة في بن وليد. نبدأ بالأستاذ علي فريضة، لو تحدثنا عن ما جرى اليوم. ما جرى اليوم شيء رهيب ويعزز اللسان على وصف هذا الحدث. يعني طلعنا في الصباح الباكر من المخيم منتجين إلى تاورغة. الشكر لكل اهالي بن وليد المردوم درارة قطف، الناس وقفوا على الطرقات يحيوا تاورغة وهي مروحة. يعني تاورغة تبعت السلام من جديد لليبيا، تاورغة أعطت وتنازلت على حقوقها كامل حقوقها مقابل شنو؟ مقابل أن ليبيا تهدى وترجع ليبيا كما كانت في السابق. يعني نتفاجأ في بوابة 14 ميليشيا الله أعلم من جاية يمنعون دخولنا. العدد كان كثير، تنادى التورغ من كل مكان، من الجنوب من المنطقة الغربية من داخل بن وليد من ترهونة من سيدي السايح من طرابلس الوسط، يعني عدد كبير، العدد حوالي أكثر من فوق 10,000. عدد السيارات يعني ممكن 5 كيلو على مدى بصر، مدى البصر، وانت تشبه في السيارات هي كيف تتهايل. يعني تاورغة الاطفال الصغار من سنه الى كبار السن الى 90 طريح الفراش ماشيين في السيارات. يعني ماشيين لمن؟ ماشيين لارض الوطن، شوقهم لتاورغة لمده 7 سنوات حرمان، ليش بحفاها من بعيد والا في شاشات التلفزيون. نحن عانينا لمرين، يعني رضينا بالغرب والغرب ما رضاش بينا. اليوم تخلوا عنا كل الليبيين، لم يجد واحد يقول كلمة حق في وجه هؤلاء الظلمة، ما فيش اللهم إلا منطقة بن وليد والمارين عليهم من هنا المردوم والقرارة، الناس اللي وقفوا معانا وسندونا. مشكور لكل الجهات الأمنية اللي في بن وليد، الجمعيات الخيرية، الإذاعات، يعني حدث كبير كبير جدا. الناس كلها فرحانة، كل اليوم فرحانة تاورغة، العالم كله يشهد فينا، فرحانين وكل. ولكن عند المساء قبل الغروب صارت علينا رماية، بدأ الحزن من جديد وكأن 2001. أين الرماية؟ الرماية كانت في مؤخرة الرتل ونحن عايدون في مؤخرة الرتل. عدد السيارات حوالي 15 سيارة، الأفراد ممكن حوالي 30 والله أكثر كيف الجلوة، عدد الأفراد الناس اللي العسكريين اللي ماشيين على رجلين.
مسلحين، سيارات 14، سيارات 23 اللي هي الثانيه، مو سيارات مسلحه يعني ما نعرفهاش بالضبط شو شكلها شنو نوعيه السلاح، ولكن نعرف ان هذه سياره مسلحه. تمت بدت الرمايه ونحن نتورغ، انتشرنا في سوف الجين، كل واحد انتشر ويعني ناويين التعسكير، ناويين ان احنا حنعتصم وغالي ونبات اليوم، برغم ان طبيعه الارض لا تسمح بالوقوف انت حتى انت بروحك، ولكن نحن معانا عائلاتنا وامهاتنا واخواتنا واطفالنا، كل واحد دار فرش وبعمز. كيف وضع العائلات الان في هذا الجو البارد اليوم؟ يعني اعداد كبيره جاءت الى بني وليد. اعداد كبيره جات لبن وليد، فرحانه دفيان الناس بالرغم ان الجو بارد، ولكن عندنا نحن دفء، لان احنا مروحين لمن؟ مروحين لامنا، لان هي الحنون علينا، هي الدفء لينا نحن. يعني نحن روحنا من 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 قراره القطف، من بوابه ال 14 بعد ما تمت الرمايه، الناس انتشرت. يعني لو وريت بعينك على مدى بصرك، الناس انتشرت في سوف الجين في الوادي، وكل سياره دارت خيمة لها مستقلة، وكل واحد بعد يطيب في عشاء، الناس بتباب لا من غد الصبح ما تشري يحدث. يعني الناس توكلت على الله وقالت عازمين على البقاء، بالرغم أن لا يوجد حمام ولا يوجد ساتر للناس ولا حاجة، ولكن الناس عازمة على أن ترجع، عازمة. تنادي التورغ اليوم كان الموقف، يعني أني واحد عن نفسي يعني دهشت عندما رأيت هذا الموقف اللي رناه اليوم. ماشيين بالسلم، ماشيين كلنا بالرايات البيضاء، ماشيين كلهم بقصان الزيتون وبسعف النخيل، الناس تدعو للسلم. نحن دعاة سلم من يومنا، دعاة سلم، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل. نعم، وان شاء الله عائدون الى الارض من جديد. نعم، هذه نحن ذهبنا ورجعنا منتصرين. نعم، منتصرين بالحق، منتصرين بالصبر، منتصرين باحترامنا لانفسنا اليوم، منتصرين بقياداتنا، وان شاء الله العوده قريبه باذن الله. باذنه تعالى. طبعا نذكر يا نبيل بان جهود كبيره بذلت من قبل المجلس المحلي ومن مؤسسات المجتمع المدني، واخص بالذكر جمعيه السلام للاعمال الخيريه ومكتب الخدمات الصحيه ومستشفى بن وليد العام، ايضا الهلال الاحمر. حقيقة قامت هذه الجهات بمجهود كبير يذكر حقيقة فيشكر، بمساعدة الأفواج الكبيرة من أهالي تاورغا الذين قدموا إلى بن وليد والذين اتجهوا باتجاه تاورغا في صباح هذا اليوم. ننتقل للأستاذ داوود طليحة وهو رئيس أعيان نازحي تاورغا ببن وليد، لو تعطينا فكرة عن اللي صار اليوم. أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا السلام عليكم ورحمة الله. أولا أشكر منطقة بن وليد من اللي عمر يوم إلى آخر في عمره إن شاء الله ربي يتقبله بالجنة، وأشكر جمعية السلام الخيرية، وأشكر مجلس المحلي بن وليد، وكما أشكر مجلس الاجتماعي بن وليد، وأشكر القنوات الإعلامية في بن وليد، وأشكر جميع قبائل بن وليد من كبيرهم لصغير. الحقيقة من 2011 إلى حد الآن وهم حقيقة يقدمونا في المساعدات يوم بعد يوم. بالنسبة للحدث، الحقيقة بنشر المنطقة الشرقية هي الأولى اللي أمس طبعا تعبوا وبذلوا مجهود واستقبلوهم أخوتنا في هراوة، ومشكورين أهل هراوة على استقبالهم. أما وبرضو أمس الإعلام وروح الوطن غطت الأحداث اللي جو أخوتنا من الجنوب، حوالي 35 عائلة و100 فرد وصلوا حوالي امبارح صلاه العشاء، وهم اليوم باذن الله صباحا توجهوا، ومعاهم مديريه امن بن وليد والصحه بن وليد وجميع حقيقه. نعم، ما تملك بن وليد سخرات الاهل تاورغا. نعم، ماذا عن غد؟ غد باذن الله اليوم في اعتصام في القراره موجودين، وفتحوا لهم مدرسه وفتحوا لهم صاله وعنده طبعا مخيم. كم عدد العائلات الموجوده الان في القرار؟ والله الاعداد تتزايد الان. تتزايد، نحن جينا هنا حتى نحمل الوقود وناخذ رغيف الخبز، وغدا باذن الله صباحا سنتجه الى قوتنا في القرار، وسنعتصم الى ان نجد حل لرجوعنا. نحن من 2011 صابرين، اليوم الحقيقه اليوم العدد الهائل اللي موجود اليوم لولا حكمه الله سبحانه وتعالى
تقدير شبابنا للمس المحلي ولرئيس العيان دكتور العايش لفرط الامور. ولادي شبابنا احترموا المس المحلي واحترموا هذا الوفاق اللي هو وفاق هزيل ولكن رضينا به للواقع من اجل الارض. ونحترم ونشكر جميع شبابنا اليوم اللي احترموا مجلسهم واحترموا رئيس عيانهم اللي هو دكتور العايش وعبد الرحمن ششا، مبارك الله فيهم الحقيقه ومشكورين جدا على هذا الاحترام الممدود. يعني ما هو مطلبكم للمجلس الرئاسي؟ مطلبنا العوده، لا بدين على العوده غدا ان شاء الله. ما هي الخطوات اللي يفترض تاخذوها او اللي بتاخذوها غدا ان شاء الله بعون الله؟ اليوم بدري، احنا الحقيقه زرسنا مع الاستاذ عبد الرحمن وجانا اليوم فيه بادره باذن الله، وقالوا لنا مرات احنا سالوني سؤال قالوا شو مطلبتم؟ قلنا لهم مطلبنا الرجوع الى ارضنا والحراسه لهم. يعني هل هذا فيه تنسيق مع الجهات المسؤوله المجلس الرئاسي او لا؟ والله احنا رضينا بالاتفاق اللي تفاوض علينا الاستاذ عبد الرحمن والاعضاء اللي معاه من جميع العشائر، فهذوم كبارنا واحنا احترمنا كبارنا ورضينا باللي حتى لو انه كان الوفاق مهوش عادل طبعا القوي على الضعيف، ورضينا به من اجل الارض. لكن الان الحقيقه ما احترموش الاستاذ عبد الرحمن، ما احترموش الدكتور العايش، يجب ان يحترموا هؤلاء لان احنا قدرنا كبارنا وزدنا نقدرهم، ولكن هم شافوا الموقف اليوم وشافوا العدد والعدد الان يتزايد. وني الحقيقه ما نحذرش، ما بيش نخش في كلام اخر، ولكن نحن ما زلنا شبابنا تحترم في كبارنا ونبوش تطلع للسلطه من كبارنا. تحت الهواء بلغتنا بانها تم اجتماع في قطاف القطف، يعني عيان دورة في نعم. شو نصافي على الاجتماع هذا؟ الاجتماع قرروا ان هو اليوم باذن الله يقوم مخيم غادي الى ان يفرج الله علينا الله باذن الله سبحانه وتعالى. باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب العالمين. ناير ومشكورين فقط اسالهم لو سمحت. ناير روح الوطن مصورين واعلاميين والسلام عليكم. فقط سؤال اخير وبعجاله، اساله رئيس اعيان مهجري تاورغا في بن وليد، اساله باعتباره احد اعيان تاورغا، ماذا يقول لاعيان مصراته بخصوص ما جرى اليوم؟ رسالته لاعيان مصراته ما هي؟ نعم. نعم. استاذ داوود، ما هي رساله اعيان نازحي تاورغا لاعيان ومشايخ مدينه مصراته؟ اولا بنوجه رساله للليبيين الاول. رسالتي حقيقه اليوم غابوا كل اهل ليبيا اللي عارفين انه 1/2 سترجع اهل تاورغا، وتوجهت رساله لهم من القنصل ومن جلاله. قالوا يوم 1/2 سيتم الاحتفال على مس ليبيا، واليوم غابوا كل الليبيين. ودعنا نحن واخوتنا بن وليد في فوهد سبطانة، اين اخوتنا الليبيين؟ من 2011 ونحن صابرين، وين اخوتنا الليبيين اللي عاهدونا وعزم عليهم رئيس المس المحلي ومس البلديه، واليوم ما لقيناش ولا واحد الا بن وليد برئيس المحل اللي انتحب حقيقه. رسالتي الى المجلس الرئاسي ان ينظر الى الناس اللي ضربتهم الجلطه، الناس اللي يعانوا من جميع الامراض، ونقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلم ظالم، وحسبي الله ونعم الوكيل في من ارجع اهل تاورغا اليوم، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من منع تاورغي بدخول الارض بدون وقف. رسالتكم الى اعيان ومشايخ مصرات؟ رسالتنا الأعيان ومشايخ مصراته بنقول لهم انظروا إلى جيرانكم، شنو وصى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كي وصى في الجار، ونحن بنقول لهم هذه آخر وصايا بإذن الله تعالى، وبعد ذلك سنوجه أمورنا إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة سيقبلها رب العزة في يوم خميس وصباح جمعة، وستكون تورغة كلها صايمة بإذن الله هذا اليوم، وسينقل على الهواء مباشرة. شكرا. والسلام عليكم. طبعا نسيت يا نبيل نقول لك بان رغم الامكانيات البسيطه لمديريه الامن بن وليد قامت حقيقه بجهد مشكور هي والغرفه المشتركه. نعم شكرا لك، شكرا لك ناير اليعقوبي مراسلنا في بن وليد. اعود الى ضيوفي عبر الاتصالات الهاتفيه هنا في الاستوديو. سيد عماد رقيع رئيس اللجنه الاعلاميه لعوده مهجري تاورغا. سيد عماد، كنا نتحدث عن احداث اليوم معك وحتى مع الساده مهجري تاورغا الموجودين في بن وليد واللي تابعناهم توا، لكن نريد ان نعرف من حضرتك كيف او باي اسلوب تم ابلاغكم بقرار المنع او باجراء المنع، كيف حصل ذلك؟ نريد الصوره الكامله التي حصلت. هو بوادر المنع كانت منذ ليلة البارحة، يعني هي كانت جت على مراحل. المرحلة الأولى كانت عندما تقدمت
مجموعة من السيارات تحمل الخيام، تحمل المعونة، تحمل معدات الطهي، تحمل الأغذية، تحمل المفروشات. كانت في استعدادات لاستقبال الأهالي من المنطقة الشرقية والمنطقة الغربية، وكذلك فرحة لاستقبال الليبيين اللي بيزوروا المدينة يوم الخميس ويوم الجمعة وهكذا. نعم. وصلت هذه المعدات وهذه الإمكانيات في مقر جامع القدس على الطريق الدائري. اجت سيارتين مسلحة للموقع تم تهديد القائمين على الاستعدادات بما فيهم اللجنة العليا اللي تتكون من عدد من الأعيان وعدد من الفاعلين والنشطاء. تم تهديدهم وإخراجهم إلى الطريق الساحلي في مدخل المدينة. ثم تمت إطلاق أعيرة نارية في الهواء التخويفية، وتم طردهم خارج المدينة إلى منطقة جرار القصر اللي احنا موجودين فيها تو في بن وليد. هل تبين لكم تبعية هذه السيارتين لأي جهة أو من يوجد فيها؟ شوف سبيل يكون معك أنا واضح. أنا نعتبر أي سيارة أي شخص ماسك سلاح في المنطقة اللي تقع تحت سيطرة في المنطقة العسكرية الوسطى، أنا متهم بها آمر المنطقة العسكرية الوسطى محمد الحداد أو الحاجة، لأن هو المكلف الرسمي من المجلس الرئاسي بحماية أهالي تاورغا أثناء عودتهم. أي شخص يقابلني يمنعني من دخول بيتي، يمنعني من دخول مدينتي، يتحمل مسؤولية هذا محمد الحداد. يعني مش مضطر إني نعرف من هؤلاء الأشخاص ولا نبي نعرفهم، لكن قدامي شخص مسؤول هو اللي يتحاسب على الإجراء اللي صار. الشيء الثاني، كان في اجتماع طويل جدا في مصراتة حسب احنا يعني متواصلين مع ناس ونعرف شنو يصير. كان في اجتماع مطول جدا بمنع اي خروقات، وان الامور تمشي على ما يرام، وان الموضوع عوده لاهالي تاورغا، من اراد المكوث فليمكث، ومن اراد ان يذهب ويجيء فليذهب ويجيء، ومن اراد ان يرحل الى طرابلس ويرجع كل اسبوع او نهايه اسبوع. يعني تبقى المدينة مفتوحة لأهلها اللي كانوا ممنوعين من زيارتها طيلة أكثر من 6 سنوات. انتهى الاجتماع بتنويه مخطط الساعة، يعني الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من ليلة الأربعاء الخميس. هذا البيان المقتضب أو التوضيح المقتضب يقول إن نظرا للتهجيج الإعلامي ونظرا لعدم التأثيرية في تنفيذ بنود الاتفاق ومش عارف يعني كلام ما أنزل الله به من سلطان، فإنه تأجيل عودة أهل تاورغا. أولا البيان لم يصدر بشكل رسمي من مجلس البلد مصراتة، وإنما كان التنوير في وسائل التواصل الاجتماعي على صفحة المجلس البلدي مصراتة، يعني تعتبر صفحة رسمية، يعني ما كانش في بيان موقع ومختوم وكل شيء. منشور على فيسبوك يعني مثل اي منشور اخر. يعني صحيح. الشيء الثاني، ما فيش اي الغاء رسمي كان من وزاره المهجرين والنازحين، ما فيش اي الغاء رسمي كان من وزاره الحكم المحلي وبالكامل من حكومه الرفاق الوطني. صباح الفجر يوم الخميس الناس ما دام ان ما فيش اي شيء رسمي خالص، الناس وضعت سياراتها وانطلقت فرحانه تحمل الامل والفرحه، ويتصل ببعض ويتكاتف الناس. انا مريت في الطريق من طرابلس الى بن وليد، كل الطريق كانت مليئه باهالي تاورغا من كل مكان. كان الاستقبال للاهالي في كل المناطق بالترحيب وبالتهليل وبالفرحه وكذا. كذلك الاهالي اللي عانوا مسافه يوم كامل الانتظار، لان كانت المسافه بعيده لخروج من مناطق المنطقه الشرقيه، من بنغازي، من جدابيا، من قبرق، من البيضة، من راس لانوس، من البيضة. كل الاهالي هذه في نفس الشيء. نشكر اهالي المجلس البلدي هراوة على استضافتهم للاهالي. كل هؤلاء الناس اتوا بفرحه ان هم قادمين لمدينتهم. نتفاجأ ان في مؤشر اخر بتواجد عناصر مسلحه في منطقه الكفرين، من بعد انتقلت الى المنطقه طريق الساحل تاورغا، قامت باغلاق الطريق المؤدي لوسط المدينه، باشعال النار في الاطارات، من ثم تم
تم طعن قوة مسلحة أخرى انتقلت إلى بوابة الـ14. طبعا الأهالي من الفرحة استمروا في المسير، يعني كان المسير حذر للأهالي لأن في أهالي اتصلوا بعضا، وكان أحبط الموضوع في البداية أن توقيف أهالي تورغ القادمين من الشرق في بوابة الـ40 شرق فرس، فأحبط الموضوع شيء، فتوقف الأهالي في منطقة جرارة القصف للمساعدة والاتصال لحلحلة الموضوع في منطقة في الجهة الشرقية، لينتقل الأهالي مع بعض في بوابة الـ14 اللي هي تقع شرق مدينة تورغة. تقدم الأهالي للبوابة، تم الاعتداء على امرأة كبيرة في السن، تم ذبحها، سقطت على الأرض، تم نقلها بسيارة الإسعاف لمستشفى بن الوليد، من ثم تم الاعتداء على أحد الشباب على وجهها بالبندقية، وتم سرقة سيارتها. فكان الموقع الحادث صار راح يتأزم، فكان فيها حسن نية وحسن تصرف من الناس اللي كانت موجودة حتى لا يتأزم الموقف وتضيع هذه الجيوش هرباء، بالتراجع لمسافة 20 كيلومتر عن الموقع الميليشيا المسلحة. عندما تراجع الأهالي لمسافة 20 كيلو إلى باتجاه بن الوليد، كان في إطلاق القواذف الـRPG في الجو فوق الأهالي، كذلك إطلاق قذائف الهاون يمينا وشمالا. يعني الأهالي ما مش مسلحين، يعني رعب ما بعد رعب كان في هذا المشهد. يعني سوف أعود إليك عماد، سوف أعود إليك حتى نكمل أكثر يعني هذه التفاصيل، لكن معنا الآن عبر الخط الهاتفي الموازي سيد بداد قنصو المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق المقترحة. سيد بداد أهلا بك في برنامج أكثر، الحديث عن ما جرى اليوم لمهجري تورغة الذين كانوا يأملون العودة بعد وعود المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني، بالخصوص بعدما تابع الليبيون ما جرى. يبدو أن الاتصال للأسف انقطع بالسيد بداد قنصو، سوف نعيد الاتصال به حتى نعيد طرح السؤال مرة أخرى، خصوصا وأن كثيرا من الليبيين بعدما تابعوا ما جرى اليوم لأهل تورغة على حدود تورغة الجنوبية الشرقية وكذا الغربية باتوا يتساءلون أين المفوض بوزارة الحكم المحلي بداد قنصو، أين المفوض بوزارة الدولة للمهجرين والنازحين السيد جلالة، خصوصا وأن كانت لديهم اجتماعات في فترة سابقة بخصوص تسهيل هذه العودة. أعود للسيد عماد رقيعة، تحدثني سيد عماد يعني طوال مجريات هذا اليوم بأن أهل تورغة فعلوا، أهل تورغة بقوا وتحركوا، تحدثني فقط عن أهل تورغة وكأن لا أحد معهم. السؤال هنا، أين هي الترتيبات الأمنية التي كان من المفترض أن ترافق أهل تورغة وتؤمن دخولهم إلى المدينة؟ للأسف نبيل، المبالغ التي صرفت على تأمين أهل تورغة كان محمد الحداد أنا المنطقة العسكرية الوسطى، كان حتى في اجتماع في وهذا الكلام قاله في اجتماعات رسمية، كان يصرح بأن ليس لديهم الإمكانيات، بمجرد توفر الإمكانيات سوف يكون هو المسؤول عن أي قدوم لأي أهالي من تورغة في الأول من فبراير، ولن يتعرض أهل تورغة إلى أي مشاكل أو توترات أمنية. كان هناك ترتيب مع الجهة الأمنية في الجهات الأمنية في تورغة ورسم خطة وما إلى ذلك. نتفاجأ ان المشكله يا نبيل ان المبالغ التي سيئت للمنطقه العسكريه الوسطى ما تقدر ب 11 مليون. اليوم احنا شفنا 11 مليون كيف استقبلتنا في دور 14. شفنا شرد ما استقبلت الاهالي، هذه القوه اللي احنا كنا نستعملها تحمي الاهالي يا نبيل. هذه القوه اللي احنا كنا نعتقد انه هو الجيش اللي راح يحمينا. ما يعني اللي وجدناهم وجدنا اشخاص وحوش، وجدنا اشخاص لا يعرفون اي معنى للانسانيه، لدرجه انهم هم منعوا مرور شاحنات محمله ب 3000 وجبه للاهالي، منعوا مرورها الى 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 الى, إلى بن وليد عن طريق منطقه اسمها بير الدكان تقع بين بن وليد ومصافع. الترتيبات الامنيه انهارت بمجرد أن ضرب بقضاء أمام بوابة الـ14. الترتيبات الأمنية انهارت بمجرد أن سرقت سيارة أحد الفرحانين بالعودة. الترتيبات الأمنية انهارت بسبب وجود الناس في العراء الآن موجودين أمامي، ولكن في نبيل تو الناس
ان جالسه على النار وشاعله النار وموجوده في سياراتها في المساجد، الناس تطمئن على بعضها في منطقه حراره في طرابلس، الاهالي اللي موجودين، الناس اللي شاركت، بعض يتصلوا بهم بعض الاصدقاء من مناطق ليبيا كلها يطمئنوا على الاهالي. لكن يا نبيل الترتيبات الامنيه توقعنا انه يكون معنا الليبيين هم الترتيب الامني بتاعنا، تكون معنا المسانده، تكون معنا العرف الاجتماعي، يكون معنا شيوخ المصالحه، يكون معنا ما ينفعش انه يتصل بي شيخ لشيوخ المصالحه عبر الهاتف ويقول لي احنا والله اتصلنا بالاخوه في مطراسه وما زلنا ننتظر. اللي بيساندني في اهالي طورغه اللي بيساهم اهالي طورغه يجيهم هنا يحضر معاهم محلتهم، يتواجد معاهم، يبرد ما هم محتاجين اليه. لكن الان يعني والله يا نبيل انا اتكلم فيك، المعنويات الناس مرتفعه حاليا، الناس موجوده في مكان اشبه بانه هو صاله اجتماعات كبيره، يجي فيه الاهالي يتدارس المعنويات مرتفعه ويخططوا شنو بده يجيهم. هل هم في مكان الان افضل من المخيمات؟ ربما هذا ما يرفع معنوياتهم فعلا، انهم مهما كان الوضع الحالي متعبا او مجهدا او درجه الحراره منخفضه، الا انهم يبعدون على مسافه كيلومترات قليله عن مدينتهم على عكس وجودهم في مخيمات بعيده. هو احنا موجودين الان في العراء، يعني الناس في السيارات لحسن الحظ انه يوم الغد جمعه، فاكثر من 1500 امراه، وهذا النساء فقط عدا الاطفال، موجودين في 2 مدارس امامي الان موجوده في منطقه قرارة القصف. سخر المجلس المحلي في الوليد كل الامكانيات لتدفئه الناس ولتوفير الـ 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 الاكل ولتوفير الشرب ولتوفير مستلزمات الاطفال. نعم. عماد، بعد ما حصل الخرق الامني وتهديد العائدين من مهجري طورغه بالسلاح وأجبروا على التراجع، اتصلتم بمن؟ سواء أنتم كلجنة إعلامية أو حتى رئيس المجلس المحلي الذي كان موجود مع أفواج العائدين، هل قمتم بالاتصال بجهة ما لمعالجة هذا الموضوع في وقتها؟ بالنسبة لنا احنا كلجنة إعلامية ونشطاء تواصلنا من موقع المكان مع الامم المتحده، مع المنظمات اللي كانت محليه او دوليه لتسجيل هذه الانتهاكات. لان اللي يحدث يا نبيل ما هوش حاجه سهله، هذا يسمى تهجير، هذا تعاقب عليها الدوله والحكومه من كبيرها لصغيرها. ونزيد نعاود، وقلتها في الحلقه اللي فاتت، ان غدا في مؤتمر صحفي للمقرره الخاصه المعنيه بالنازحين او بالمشردين داخليا، كانت في ليبيا وعملت زيارتها امس لليبيا او اليوم صباحا، وهي غدوه راح تعمل مؤتمر صحفي في تونس بخصوص ما حدث. يعني الامم المتحده والمنظمات الدوليه والمجتمع الدولي راح يكون على علم وعند العلم بما يجري. هي تواصلنا مع الامم المتحده بخصوص بعض الانتهاكات اللي صارت في عين المكان. تواصلنا مع بعض المنظمات الدوليه لاطلاعهم مع الانتهاكات اللي صارت في عين المكان. المجلس المحلي ما نعرفش بصراحه بشكل رسمي شنو الاتصالات اللي دارها، بس ما فيش حد. يعني لو كانت الاتصالات اللي صارت عدد بنتيجه لكان على الاقل وزير الحكم المحلي مثلا السيد بداد برمسي، مع احترامي لي شديد الاحترام، لانه كان مليء كل تفاعل وكل رحابه صدر وكل كان هدفه وساعي، بالاضافه لوزير المهاجرين، ان هذا الملف يغلق. شاهدنا هذا في تحركاتهم في مدينه طورغه في الفتره الماضيه لسعيهم لفتح الطرقات. شفنا وزير الحكم المحلي كان احد العاملين في شركه النظافه لكي يساهم في فتح المسارات في اهالي طورغه، لكن باعت محاولات الوزراء بالفشل. لكن على الاقل الوزراء يكونوا موجودين معنا احنا في داخل القصف، تكون الحكومه معنا، انا مش نعرفوا على الاقل من اللي افشل هذا الموضوع. انا شخصيا وحتى الناس تعرف من اللي افشل هذا الموضوع، لما يرابين يقحموا ملف عمليات البنيان المرصوص واموال موجوده من 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 عمليات محاربه داعش في ملف طورغه ومساومه الدوله بعوده اهالي طورغه. ويعني احنا سمعنا اخبار يعني كثيره على هذا الموضوع. شنو علاقه اهالي طورغه والناس البسطاء والناس اللي
اللي تحاول ترجع لبيوتها باموال، بتصفيه حسابات الدوله مع بعضها، بتصفيه حسابات العسكري مع الدوله، بتصفيه حسابات المسؤولين مع الدوله، ما نعرفش والله. طيب. صراحه الشيء مخجل ومخجل صراحه. طيب سوف اعود اليك سيد عماد، اتحول الى السيد عبد الرحمن فضيل وهو شاب من حراك شباب من مصراتة، يكلمنا من مصراتة. سيد عبد الرحمن اهلا بك، ربما انت الضيف الاول وقد تكون الاخير في هذه الحلقه من مصراتة للتعليق على هذا الموضوع. نامل فعلا ان يكون معنا ضيوف اصوات من داخل مصراتة حتى تعلق على ما يجري، خصوصا وان يعني تذكر مصراتة وطرف مصراتة في هذا الموضوع. ارحب بك في البرنامج. للأسف الشديد الاتصال انقطع. نعم سوف نعاود الاتصال به، وإن كانت لديه نية حقيقية في الدخول معنا سوف يجاوب على الاتصال. أعود إليك سيد عماد إرجاعة رئيس اللجنة الإعلامية لعودة نازحي تورغة. سيد عماد، ماذا عن التغطية الإعلامية؟ يعني الحكومة لم تكن موجودة، المجلس الرئاسي، الترتيبات الأمنية تبخرت في ذلك الموقع، ماذا عن الإعلام؟ هل أعطاكم على الأقل الإعلام حقكم في المتابعة وفي الرصد؟ والله يا نبيل أنا على ما أعتقد لو كان للطرف اللي عرقل عودة أهلي تورغة أن يقطع الاتصال بيني وبينك لقطعه، أنا متأكد. ما حدث من فشل في تنفيذ الملف ومن حضور الدولة بكامل أجهزتها، وهذا اللي أنا نعرف كلجنة إعلامية كان مرتب له. صمت بعديد من القنوات، اليوم صباحا كان إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية الوفاق مجهزة على أساس أنه يتجه كل القنوات الإعلامية لتغطية عودة أهالي تورغة. تم إفشال هذه التغطية اليوم صباحا. أكثر من مرافق كانوا يتصلوا بي أنهم هم لم يتمكنوا من القدوم لطرابلس لأنهم لم يمنحوا التصريحات أو لم يكونوا من إدارات قنواتهم. لم يمنحوا التصريحات من إدارات قنواتهم عماد؟ لا، من 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 إدارة الإعلام الخارجي وكذلك من حكومة الوفاق. يعني الموضوع انهار، كانت المفروض أن الدولة تكون موجودة، فالدولة مش موجودة، الإعلام مش حيغطي شيء لأن العودة يعني اتنف، يعني ما صارش منها. فهيك هو الإعلام. لكن احنا تواصلنا بهواتفنا، تواصلنا من خلال زي حضرتك تو بالتليفون، تواصلنا من رجعنا لمنطقة بن وليد لنطلع العالم ما حدث لنا، تواصلنا من خلال الانترنت. الشباب اللي موجودين، الشباب اللجنة الإعلامية اللي كانوا في المنطقة الشرقية كانوا يرجعوا لمسافة 10 كيلومتر ياخذوا الصور ويذهبوا لمسافة 10 كيلومتر أخرى ليرسلوا الصور مرة أخرى. يعني كانت في معاناة، حسينا أنفسنا ان احنا فعلا تركنا في العراء. يعني انا متاكد زي ما قلت لك لو كان الشخص اللي عرقل عوده اهلي تورغة يقطع البث بيني وبينك لقطعه للاسف. ناخذ فاصل قصير عماد رقيعة والساده المشاهدين في اكثر، ثم نعود لنكمل هذا النقاش وهذه التغطيه عن استحقاق تورغة بشان العوده، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في أكثر، الحديث أكثر عن عودة أهل تورغة التي أوقفت في الكيلومترات الأخيرة قبيل دخول الآلاف من عوائل أهل تورغة وأفراد أهل تورغة، رجال، نساء، شباب، أطفال، صغار، كبار، من كل الفئات العمرية من مهجري تورغة الذين يبلغ عددهم بالآلاف، قرابة 40,000 مهجر من تورغة منذ نحو 7 سنوات بقرار من المجلس الرئاسي بالعودة في هذا اليوم، لكن منعت العودة. ونحاول أن نرصد ردود الفعل هنا وما هي التبعات. معنا سيد عماد رقيعة من اللجنة الإعلامية لعودة نازحي تورغة، لكن الآن أرحب بالسيد يوسف جلالة وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين في حكومة الوفاق. سيد يوسف أرحب بك في برنامج أكثر، كنت معي في الحلقة السابقة وسألتك إذا ما تعرض أهالي تورغة للاعتداء في طريق عودتهم ما رد فعلكم؟ أخبرتني تفاءل خيرا وأنا احترمت هذا الجواب، لكن ما توقعناه حصل، كيف حصل ذلك وأين أنتم منه؟
نعم سيد نبيل، مساء الخير لك ولمشاهديك الكرام. اهلا وسهلا. نعم احنا دائما نتابع خيرا ومع وقدر الله سبحانه وتعالى. كانت الترتيبات كلها في الطريق الصحيح. الساعة الرابعة مساء امس حصلت بعض الارباكات، جاءت مجموعة مسلحة واخرجت الله الناس التي ترتب في هذه الاحتفال وهذا اللقاء، واصبحت عملية مجازة. ونحن الان نعالج بهذه الغرفة مع العيان ومع المجلس البلدي. كلكم في الحقيقة تشيرون إلى هذه المجموعة بالإبهام، تقولون مجموعة مسلحة، قد يكون هذا مقبولا سيد يوسف من مهجرين أو مواطنين عاديين، لكن منكم أنتم هل حددتم هوية أو تبعية هذه المجموعة المسلحة حتى نعرف من يمكن محاسبة على فعلها؟ هم لا نعرف هويتهم، إنما أبلغنا المسؤول عن الأمن أو المكلف بالأمن في المنطقة الوسطى بأن هؤلاء الناس عندهم مطالب على الدولة، يريدون مبالغ مالية سابقة، وهم ليسوا في هذا طرف في هذا الملف، وإنما أرادوا أن يستغلوا هذا الحدث للضغط على الحكومة أو على الدولة لتأديب مطالبهم يعني. ولماذا لم تضع لهم ترتيباتكم الأمنية حدا هؤلاء؟ يا ربما يكون ضعف اللجنة الأمنية أو المنطقة الوسطى التي كلف بها الأمير محمد حجاج حديدا، هي لم تتكون بعد بالطريقة السليمة، ربما هذا يكون سبب في هذا الخرق الذي لم يكن متوقع يعني. الأمور كلها مترتبة ترتيب جيد يعني، ولكن هذا الذي حصل صراحة مدعى في الحسبان يعني. لكن كنا نستمع إلى عدد من أهالي تورغة. نعم. غادروا يعني ذهبوا بأنفسهم، يعني لم يكن معهم أحد، لم يرافقهم أحد، لا من المجلس الرئاسي، لا حكومة الوفاق، لا من مجموعة الترتيبات الأمنية، لم يكن معهم أحد. كيف حصل ذلك؟ كيف يترك أهل تورغة أن يعودوا هكذا لوحدهم من دون أن تكون معهم أي مرافقة؟ عودة أهالي أهل تورغة هذه بالتنسيق مع المجلس المحلي، المحلي بتاع تورغة هو الذي يرفق هذه العودة، ويفترض أن كانت العودة منظمة في أعداد معقولة حتى لا تحدث ربكة في المشهد، ولكن يبدو ان الاعداد التي جاءت اكثر من المتوقع، وبعد حصل ما حصل طبعا اصبحت دار نوع من التقهر او نوع من وعدم العوده الى اماكنهم، وهذا ايضا زاد من المشهد ارتباطا. ان شاء الله نقدر نعالج هذا الموقف في اليومين القادمين، وان شاء الله تكون مدينه تورغة مفتوحة يعني إن شاء الله. طيب ابقى معي لو سمحت سيد يوسف جلالة، لأن معنا الآن أيضا السيد بداد قنصو المفوض بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق المقترحة. سيد بداد أهلا بك في برنامج أكثر. كان يسأل الناس أين هو وزير الحكم المحلي في حكومة الوفاق مما حصل لأهل تورغة، هذا السؤال تردد كثيرا بين أهل تورغة أنفسهم حتى بين المدونين على شبكات التواصل الاجتماعي. أول مساء الخير لك ولمستمعين قناتكم ومشاهديها. وزير الحكم المحلي موجود، كان في الموعد مع زملاء مع أهل في تورغة وفي مصراتة، كنا جميعا في تورغة وهيئنا كل الظروف لعودة أهل تورغة، زرنا المنطقة وزرنا بلدية تورغة مرتين، المرة الأولى بوجود كم من الوزراء ليطلعوا على ما هو موجود وتاهية مدينة تورغة، المرة الأخرى كنت بنفسي موجود في تورغة وأشرفت على فتح جميع المسارات داخل مدينة تورغة وهيأنا كل شيء، ولكن كما تعلم يعني كل الليبيين ماذا حصل اليوم. من يتحمل مسؤولية ما حصل اليوم أو فشل العودة على الأقل اليوم سيد بداد؟ الذي يتحمل مسؤولية كل من أراد بليبيا سوءا، وكل من أراد
لأهل تورغة ومحبي مصر تسوان. هذا من يتحمل المسؤولية، نحن كحكومة وفاق. منذ تشكيل هذه اللجنة كنا على اعتقاد بأن هذا الملف ملف كبير، ملف يهم كل الليبيين، يهم أيضا المجتمع الدولي، وتوافقنا عليه وبذلنا كل الجهد وكل عليه في تطبيق ما 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 طرح في هذا الملف. طبقناه بحذافيره سواء من ناحية مادية أو سواء من ناحية أمنية، كل شيء موجود عند المسؤولين. ولكن كما ذكرت لك هناك أيادي سوداء لا تريد بليبيا خيرا، فأسأل الله العلي القدير أن تزال هذه الأيادي وترجع ليبيا وترجع تورغة واحدة واحدة، وكل الليبيين يكونوا في وفاق ووئام إن شاء الله. هذه الأيادي التي لا تريد بليبيا خيرا ولا بتورغة ولا بمصراتة مثل ما تقول سيد بداد، كيف يمكن التعامل معها برأيك؟ كما ذكرت لك على أهلنا في تورغة يسمعوني جيدا أكيد الآن يتتبع في قناتكم، يعني لا يبعد لهم على حكومة الوفاق الوطني وأخوتنا في المجلس المحلي وأخوتنا في اللجنة اتفاق مصرات التورغة، يعرفوا جيدا كم صبرنا على هذه الأشياء التي تحصل، وكم صبروا أهلنا حقيقة في الطرف الآخر اللجنة الأخرى من مصراتة. كنا على قلب واحد لتنفيذ هذا الاتفاق، ما حصل اليوم يتحمل مسؤوليته الذي يريد بليبيا سوء. كل الليبيين يعرفوا هذا، أهل مصراتة يعرفوا، أهل تورغة يعرفوا، من ثلاثي أكد أكثر من مرة أن هناك هذه خفية تلعب بهذا الملف. لكن سيد بداد، عذرا سيد بداد، في النهاية أنتم يعني تمثلون سلطة تنفيذية، يعني لها صلاحيات بحكم القانون بغض النظر عن جدلية اعتمادها من عدمه في مجلس النواب، ولكن يعني في النهاية أنتم لستم مجلس أعيان وحكماء ومصالحة، ربما ينتظر منكم أهل تورغة إجراءات حاسمة على الأرض تجاه ما جرى من خرق أمني. لا تكفي دعوات للمصالحة ولتغليب الخير يعني وهذا الكلام يعني المعروف في بيانات الأعيان والحكماء، أنتم كمجلس رئاسي كحكومة وفاق هل من إجراءات قمتم باتخاذها غير هذه الدعوات للم الشمل وللتوافق؟ طبعا الدعوات ولم الشمل وكما ذكرت أنت في سياق حديثك، نحن أمامنا جهة أمنية وهي المنطقة الأمن المنطقة الوسطى، هو من استلم هذا الملف الأمني، وهو من يستطيع إجابتك على هذا السؤال، وهو من مسؤولية تامة، لأن نحن كحكومة وفاق وطني أو كوزارة حكم محلي أو وزارة مهاجرين، الملف الأمني ليس في أيدينا بل في أيدي أمر المنطقة العسكرية، وهو من يجيب على هذا السؤال، وهو من يجيب على كل التساؤلات التي طرحت أنت ويطرحها الشارع العام. نحن كحكومة وفاق وطني كما ذكرت كل البنود طبقت بحذافيرها بما فيها الجانب الأمني، سلم للسيد أمر المنطقة الوسطى. سيد جلال يوسف جلال وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين، لكن في النهاية السيد آمر المنطقة الوسطى محمد الحداد يتبعكم، يتبع المجلس الرئاسي، واعتبر كثيرون بأن بيان المجلس الرئاسي لا يرقى لما حصل من اعتداء اليوم على أهل تورغة، ربما قد يتكرر على ضوء أن أهل تورغة مصممون على دخول تورغة ولا يريدون العودة أدراجهم. يعني هل إجراءات المجلس الرئاسي سوف تقف عند هذا البيان الذي يدعو فيه إلى تغليب العقل وروح الوطنية ونزع فتيل الفتنة، أم أن هناك إجراءات سوف تكون يعني موجودة وتؤخذ بعد هذا البيان الأولي، أم أن هذا خلاص هذه آخر شيء يعني عند البيان عند المجلس الرئاسي؟ نعم أكيد المجلس الرئاسي سيتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، إنه هو طبعا طرف تنفيذي لهذا الاتفاق وليس شريك فيه، وهو ما أعطت على هذه الأمر المنطقة الوسطى بهذا الشأن، فأكيد راح تكون في إجراءات بهذا الخصوص، يعني
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد. في الحقيقة الذي يتابع بيان المجلس الرئاسي وها أنا أطالعه الآن لا توجد فيه كلمة واحدة تدل على أن المجلس الرئاسي يقدم نفسه كطرف أصيل أو وثيق في الاتفاق بين تورغة ومصراتة، أو على الأقل جهة ترعاه وتشرف عليه وتباركه. يعني كان الحديث وكأن بيان حكماء وأعيان، كان يعني ذكر بأن المجلس الرئاسي يتابع بشكل مباشر ما يجري، يدعو إلى تغليب العقل والروح الوطني ونزع الفتيل، على الجميع التكاتف لإنهاء معاناة النازحين، يعني يدعو الآخرين وكأنه يدعو الآخرين حتى يحلوا الأزمة، لا يتحدث عن نفسه كيف يحلها. هو المجلس الرئاسي ليس زي ما قلت ليس طرف في هذا الاتفاق، إنما هو جاء لتنفيذ هذا الاتفاق. هذا الاتفاق جاء توافقيا بين أهالي مصراتة وأهالي تاورغا منذ فترة طويلة، واعتمد المجلس الرئاسي هذا الاتفاق وأعطى كل الاستحقاقات اللازمة عليه بما فيها جبر الضرر، بما فيها الخدمات التي ممكن أن تقدم في هذه الفترة، يعني كل الذي يوجد الحكم المحلي صحيح في هذا الشأن. المهم هو تطبيق أو متابعة تطبيق هذا الاتفاق على أرض الواقع، هو هذا المهام المجلس الرئاسي. ولكن هذه الخروقات تتعالج حسب الوقت الذي حصلت فيه أو حسب الموقف الذي أمامنا. يعني الآن وإحنا نعالج في هذا الموقف ونتابع في مع كل الجهات اللي ذات العلاقة في هذا الخصوص. يعني سيد عماد رجاع رئيس اللجنة الإعلامية لعودة نازحي تاورغا، رأيكم يعني فيما أبداه السيدان السيد يوسف جلالة والسيد بداد قنصو باعتباركم أنتم كنتم على الأرض موجودون هناك حينما حصلت كل هذه الأمور؟ والله يا نبيل يشهد الله أني قديش كان يقول السيد بداد لا يجب تحميل المسؤولية على حكومة الوفاق، يعني لأنها فعلت يعني واجتهدت كثيرا لتحقيق اتفاق الصلح وعودة أهالي تاورغا. تمام، زي ما قلت لك يشهد الله أني قديش نحترم ونقدر مجهودات الوزيرين سواء كان الدكتور يوسف جلالة أو السيد بداد قنصو وزير حكم محلي، واني نعرفهم معرفة لصيقة ونعرف المجهودات اللي بدلوها في هذا الملف. لكن أول شيء نوجه ملاحظتي للدكتور يوسف إن الخروقات اللي صارت وإن فشل الترتيبات الأمنية، إحنا سياسة الرئيس اللي تحكم فينا تقريبا دولة وحكومة ومعترف بها العالم، ما يحكمش فينا مؤسسة مجتمع مدني ناقصتها مثلا مجلس إدارة. إحنا تحكم فينا دولة، أنا قاعد نتكلم فيه مواطن كوزير عليك أنت حقوق ولي عليه للدولة واجبات. فمن واجبات الوزارة إن هي توفر لي الحماية، لأن في ليبيا ما دام أن الدولة سمت وزارة لشؤون النازحين والمهجرين، فمعناها هؤلاء الأربعين ألف نسمة حاليا من أهل تاورغا هم مسؤولين من هذه الوزارة، وأي ضرر يصيب هؤلاء الناس سيادة الوزير يكون أول شخص مسؤول على سلامة هؤلاء الناس. الشيء الثاني بالنسبة للسيد بداد وزير الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي لما فتحت المسارات في تاورغا، المسارات في تاورغا، أنا من تاورغا، مواطن من تاورغا، الطريق الدائري هذا ممكن يجوا 20 أو 25 شاب من تاورغا يفتحوه بالبالة بالعامية، احنا نقوله ما هوش هذاك الحدث الكبير اللي، لكن مش مشكلة، جاملنا وقلنا هاي الوزارة تخدم والأمور تمام وكل شيء. لكن السؤال اللي قاعد يطرح نفسه ويطرح نفسه قدام الليبيين، واللي يعني حتى نسأل الوزراء نفسهم عليه، إن الاتفاق كان 24 ساعة قبل عودة أهالي تاورغا، وكان في اجتماع قبل حوالي 72 ساعة بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، وكانوا الوزراء كلهم موجودين، كانت الأمور كلها على العال وأهالي تاورغا بيروحوا. لما يقول سيادة الوزير أن أهالي تاورغا أتوا بأعداد كبيرة كل شيء، أنت شنو تتوقع من إنسان حرم من مشاهدة بيته ومدينته ومزرعته
خلال 7 سنوات، هل تعتقد ان هو راح ينتظر ويراجي؟ دراستكم للملف كانت خاطئه، دراستكم لسيكولوجيه وتفكير اهالي تورغ وتعلقهم بارضهم ومدينتهم ونخيلهم وصبختهم يعني راح نسمي لك مناطق ممكن حتى الوزراء وحتى الليبيين ما يعرفوهاش في تورغ. تورغ مدينه شاسعه تمتد من مصراتة غربا الى حوالي سرت شرقا الى بنوليد جنوبا، مدينه شاسعه. تورغ ارض يعني بالنسبه لتورغ هي ارض الاباء والاجداد. والان عماد، ما المطلوب من الوزيرين؟ والله يا نبيل الكلام اللي سمعته انا ما يعني عماد لو سمحت، يشير الي زملاء بان هناك تلفزيون مجاور لك وأنت تحدثنا وهو يشوش على كلامك على الأقل عند السادة المتابعين، إما ابتعد عنها قليلا أو أخفض صوت التلفزيون لو سمحت. ما المطلوب من حكومة الوفاق من الوزيرين السيد جلالة والسيد قنصو؟ أول شيء توفير أنا طبعا وضع حالي كمواطن تورغي بغض النظر عن أني رئيس الغرفة الإعلامية. الامن اليوم الامن كان غير متوفر على الاطلاق في عز هذه تورغ. هذه حاجه، هذه الدوله مسؤوله منها، ولا الان خاطب في جسمين مسؤولين من الدوله وعليه اطلاع لصيق بملف تورغ. الشيء الثاني، اهالي تورغ ما زالوا موجودين في منطقه قراره القطف وفي العراء. بكره بشكل اجتماعي وبشكل علاقاتنا الشخصيه وعلاقاتنا من اصحاب والاصدقاء راح يكون هناك خيام، وراح يكون هناك معدات، وراح يكون هناك تخييم لاهالي تورغ في هذه المنطقه، وان منع اهالي تورغ من العبور عبر سرت راح يخيموا في منطقه هراوه كذلك. راح نبقى هنا. يا نبيل احنا ناجحين يعني موجودين سواء إلا في كامبو في طرابلس والا في كامبو في جراف في قطف. ابعدوا على مشارف مدينتنا هنايا. اللي بيتفاوض مع اهالي تورغ يجي هنايا. بعدين ليش نحمل؟ انا اهو مثلا ضيف في الحلقه اللي انت حضرتك ممكن لنا تو ساعه نحكي على هو كل الضغط على اهالي تورغ، ليش ما يكونش الضغط على مصراتة؟ الضيوف يا اما دوله يا اما شخص من تورغ، يا اما دوله يا اما شخص من تورغ، يا اما شخص ما يطلعوش لانهم ما يطلعوش. صح، ما يطلعوش. حاولنا نتصل بنواب باعضاء من مصراتة يمثلون مصراتة في مجلس النواب في مجلس الدوله، اشخاص من داخل مصراتة، يا اخي ما فيش حد يطلع. يعني تعرف يا استاذ نبيل، انا موجود، انا مثلا كل قيادات تورغ سواء كانت رئيس المجلس، اعضاء المجلس، اللجنه العليا للعوده، اللجنه الوزاريه عن تورغ، كل اهالي تورغ موجودين في قناه القصص. نسمع في احد القنوات ان رئيس المجلس المحلي ذهب لطرابلس، ان الاعضاء تخلوا على الناس. كل اهالي تورغ موجودين في قناه القصص الان، نشوف فيهم قدامي. طيب. موجودين في كل مكان. بصراحة شيء الحكومة لا تبي تجينا تجينا هنا. سيادة الوزير وسيادة الوزير الحكم المحلي وسيادة وزير المهجرين. أنا بصفتي كرئيس لجنة إعلامية وبصفتي كمواطن للمهجرية هذه تورغ ندعوكم غدوة جمعة يا سيادة الوزير. تعال صلي معنا في الجمعة، الجامعة تقابلني، تعال صلي معنا الجمعة هنايا، والمسافة من طرابلس راهي 3 ساعات، ونبعثوا لك طيارة لو ما عندكش. يمشوا اهالي تورغ المهجرين يجيبوك من طرابلس، يجيبوا كل الوزراء، وتعالوا تفرجوا على الليبيين، تعالوا تفرجوا على الليبيين اللي موجودين في العراء. بتحسبها العنصريه يا نبيل، احسبها، هذوما ما يقارب عن 35,000. طيب. احنا نقولوا دوله ياي وما نتاجروش بالبشر، واحنا دوله سمحاء ودوله تحب السلم وتحب ما فيش عنصريه وكذا. طيب. هذوما ما يقارب عن 35,000 نسمه موجودين في العراء، كلهم سود البشرة. نعم. سيد بداد قنصو، الكلام كان واضح، وفي الحقيقة ليس من السيد عماد فقط، وإنما من كل من إما ذهبنا لهم بالكاميرا حيث يوجدون على تخوم تورغة، أو حتى من يعني أجرينا معهم حوارات في التغطيات، لن يعودوا إلى المخيمات التي كانوا فيها. سوف يثبتون في لعند اخر، يعني في اخر نقطه وصلوا اليها على مشارف تورغة. ماذا انتم فاعلون الخطوه التاليه ابتداء من غد؟ هل لديكم خطوات عمليه لشيء ما؟ اولا سيد عماد، اود اعطيتني الفرصه. نعم. لرد على السيد الرقاعي. نعم. لما هو الان يبدو انه يتحدث من منزل وليس يتحدث من قرار القطف،
مع المعاناة اللي نتكلم عنها لرقم أول. ثانيا نتكلم على أن حكم محلي أو حكومة الرفاق لما كانت فتحة المنصرات يفتحها 25 شهر يبدو أنه ليس متابع لهذا الملف جيدا. هناك كم كبير من السيارات والبلدرات لفتح المسارات، ويعرف جيدا السيد عبد النبي كان حاضرا معنا رئيس الملف، كنت بد ان تقال الحقيقه ماذا فعلت حكومه الوفاق في توقع. نحن فعلنا كل شيء، امننا كل شيء لهذه العوده والعوده الامنه، وهذا حق لكل اهالي تورغ بالعوده. انت تتكلم في عن ملف الامن، وسبق وذكرت لك قلت لك كل ما طلب من حكومه الوفاق فيما يخص الملف الامني نفذ الى امر المنطقه الوسطى. اما الحديث تحدث عليه اذا كان ما عندك سياره تعال نجيبوا لك سياره، يجب ان نرتقي الحديث الى اكبر من هذا. نحن في 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 محنه ناس يريدون عوده حقيقيه الى مدينتهم، نحن معهم وحكومه الوفاق معهم. ربما سيد بداد، ربما سيد بداد عذرا، ربما هذه الكلمه من السيد عماد وهي على لسان كثيرين من مهجري تورغه هي حتى يعني يحسوا بان المسؤولين على الاقل من طرفكم يشعرون بهم في صفهم معهم وسط معاناتهم، وان كنتم لا تستطيعون يعني اعادتهم غدا على سبيل المثال، لكن على الاقل انتم بينهم، ربما هذا ما يريدون الشعور به. السيد عماد نحن معهم وهم يعرفون هذا الكلام جيدا، واهالي تورغه يعرفون هذا الكلام جيدا، ورئيس المجلس المحلي يعرف هذا الكلام جيدا. ربما ذكر ان لابد ان يكون احد الوزيرين غدا في ثلاث الجمعه، هذا يعني شيء بسيط. هل صعب؟ هل تنفيذه صعب سيد بدر؟ هذا ليس صعبا، نحن مع شعبنا سواء في الشرق او الغرب او الجنوب، وبامكاننا ان نتواجد معهم غدا. تواجدنا في تورغه بدون امل على فكره، اذا كان السيد يتابع البرامج عوده، يعني نحن تواجدنا في تورغه عندما ازحنا المعوقات في المسارات، وجدنا بدون حراسه امنيه. لكن حينما احتاجوكم في اللحظه الحقيقيه لم يكن معهم احد سيد بداد، كانوا لوحدهم. نحن معهم حينما هددوا بالسلاح. نحن معهم يا سيد، وهم يعرفون هذا. نحن مع كل النازحين المهاجرين في ليبيا سواء في الداخل او في الخارج. نعم قد يكون الاجراءات اللي على الارض ليس بقدر ما تفضلت به انت الان في حديثك، ولكن اكيد لك نحن مع كل نازح ومهجر لابد ان يرجع لمدينته وقريته وبدون قيد او شرط. طيب الان سيد بداد عندك الاف عائلات، رجال، نساء، اطفال، كبار، شيوخ، هؤلاء يعني في اللي حصل مدرسه وفي اللي مش محصل قاعد في العراء. باعتباركم وزاره حكم محلي، هل لديكم اي اجراءات تجاههم إذا ما استمر مكوثهم في تلك البقعة التي يرفضون التزحزح عنها؟ سيد الفاضل نحن مسؤولين على كل ليبي يطلب المساعدة، لأن هذا أمر علينا وغصبا عنا خدمة الشعب الليبي، ولكن وجود اليوم وجود أهلنا تورغ في قرار قطب أكيد نحن كوزارة حكم محلي نقوم بالإمكانيات المتاحة لدينا، وحتى اللي مش متاحة نحاولوا بقدر الامكان نوجدوها. ورئيس المجلس المحلي يعرف ماذا قدمت حكومه الوفاق الوطني ووزاره حكم محلي اليوم بالتحديد وقبل ساعات من التلفزيون. نعم. لكن نحن نتحدث عن 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 تورغه معكم، لكن حدثنا عن مصراتة، هل لديكم من كلام موجه لمصراتة، لطرف داخل مصراتة يمكن ان يكون عاملا مساعدا لكم ولهذا الملف الان؟ سيد الفاضل اريد ان احددك ان نحن نتكلم مع لجنه، نتكلم مع مجلس بلدي. مصراتة مدينه ليبيه، ومصراتة مدينه محبه ايضا لاهل تورغه. هناك بعض الاشكاليات يجب ان تحل، ولكن لنا كلام. نحن كمسؤولين مع المجلس البلدي ومع مصراتة لا نريد ان نجز بمدينه مصراتة في هذا العمل. مدينه مصراتة مدينه يعرفها كل الليبيين، هناك اشياء تحصل يجب ان تتم معالجتها. نحن وجهنا كلام البلدي وهو يعرف الكلام هذا جيدا، رئيس البلدي ورئيس المحلي يعرف، لدينا تواصل
باذن الله تعالى ان سنستطيع باذن الله انهاء الازمه، ونحن مصرين على الاقل امام كل الليبيين ان هذا الملف سينتهي، وانا مصر بشخصي كوزير حكومه محلي كمواطن ليبي ان يتم هذا الملف عوده اهالي تورغا بكل سلاسه وبدون اي مشاكل. شكرا، شكرا لك بداد قنصو المفوض بوزاره الحكم المحلي في حكومه الوفاق. سيد يوسف جلال وزير الدوله لشؤون النازحين والمهجرين، رسائلكم ايضا لمصراتة. نعم، هنا حينما نقول لمصراتة باعتبار ان ما شاء الله في نوايا سيئه واجد، يعني ممكن تتابع وتظن الظن السوء وراء كل كلمه، حينما نقول مصراتة مش معناها اننا نعمم لمصراتة، وانما يعني بتعبير مجازي، يعني ما رسائلكم لمن يوجد في مصراتة، اطراف داخل مصراتة يمكن ان تستقبل هذه الرسائل منكم وتعمل ضمنها على الارض. نعم، الرسالة التي نوجهها الى اخواتنا المسؤولين التي في مصراتة ان يحاولوا ان يتغلبوا على هذه المعضلة، هذه المشكلة في اسرع وقت ممكن مع هذه الاطراف التي اعطت هذه العوده. نحن على تواصل معهم بصوره مستمره. قبل قليل اتصلت بكل العميد البلديه وهو في اجتماع مع عدد من الافراد الامنيين وبعض القاده في المنطقه لحلحله هذا الموضوع، ونحن في انتظار في عدد منهم بعد قليل او في الصباح ان شاء الله ربما تكون هناك اخبار ساره لحلحله هذا الملف. نحن نسعى الا تحصل اي اراقه او انتباه، هذا سواء من مصراتة او من تورع، هذا اللي نعمله، ونامل ان تغلب لغه العقل والتهدئه وعدم التسرع في إصدار الأحكام حتى لا نخلط الأمور وتصلح الأمور بعد خارج عن السيطرة. هل فعلا سيد يوسف، هل فعلا بأن المشكلة التي قوضت كل هذه المساعي من حضراتكم قبيل يوم 1/2 هي مشكلة تعويضات مالية؟ يعني أن الخلاف كله على مسألة دفع أموال، هل هذا هو السبب الحقيقي فعلا؟ هذا ما وصلنا، يعني احنا انا كنت في مصراتة صباح امس التقيت بالاطراف عدد الاطراف وهم يطالبون بمبالغ ماليه سابقه ما ليست لها علاقه بهذا الملف، وانما هي بملفات اخرى وبجهات اخرى، ربما ارادوا ان يستغلوا هذا الحدث عشان الضغط على الحكومه حتى تسدد لهم هذه الالتزامات. حاولنا ولازلنا نحاول، احنا مع اهلنا في تورغا قلبا وقالبا ومع مصراتة ايضا اهلنا في مصراتة مودعين من هذا الذي حدث. كثير من اخوتنا في مصراتة واهلنا هم يرغبون في انهاء هذا الملف بسرعه لانه مزعج طبعا لهم ولليبيين وللعالم بالكامل. ان شاء الله ربي يقدر الخير ان شاء الله في الساعات القليله القادمه ونتغلب على هذه المعضله ان شاء الله. ان شاء الله، شكرا جزيلا يوسف جلاله وزير الدوله المفوض لشؤون النازحين والمهجرين في حكومه الوفاق. اعود الى ضيفي الرئيسي والثابت في الحقيقه منذ بدايه هذه التغطيه التي كنا نامل ان يكون فيها مجموعه من الضيوف، السيد عماد رقيع. يبدو أن الحديث عن موضوع اليوم هو موضوع محرج لكثير من الشخصيات في الحقيقة. هنا أشكر للضيفين الوزيرين يوسف جلالة وبداد قنصو على تسجيل حضورهما معنا في الحلقة، ولكن كثيرين يعني اعتذروا وكل أبدى أسبابه على طريقته الخاصة، يعني ونحن قبلنا، يعني ماذا يمكن أن نعلق أو نقول يعني حينما يبدي لك أحد عذرا ما. لكن سيد عماد، الآن يعني كنتم ترفضون أن يتم تهجير تورغا للمرة الثانية، إلى أي درجة التهجير الثاني سوف يكون أقسى وأمر؟
كنا نقول منذ بداية هذه الحلقة بأن أهل تورغة تألموا طوال 7 سنوات، لكن ربما اليوم تألموا أكثر حينما وعدوا خيرا وحينما اقتربوا من ديارهم أوقفوا، هددوا ويعني فرضت عليهم العودة من حيث أتوا. إلى أي درجة اليوم كان مؤلما بقدر أو أكثر من كل آلام ال7 سنوات التي فاتت عليكم؟ والله يا أستاذ نبيل الإجابة على السؤال هو بالذات يعني خليني ما نجاوبش عليها، صعبة صعبة أنك أنت بعد 7 سنوات مش حنقدر نجاوب، مش حنقدر. طيب خلي الليبيين والوزراء والنواب والمسؤولين اللي ما قدروش يعني يكونوا معاك في الحلقة خليهم هم يجاوبوا عليه، خليهم هم، احنا ما نبوش امكانيات زي ما قال السيد بداد، احنا نبو عودة. يعني كلمة من 4 حروف الدولة مش قادرة تطبقها نتيجة لوجود بعض العناصر اللي خارجة على القانون، انا نعتبرها بين قوسين، ما فيش حاجة اسمها خارجة على القانون، في ناس مدفوعين الثمن قاعدين يغطوا في اجندات يحاولوا يوصلوا الملف لمآرب سياسية ومآرب اقتصادية ومآرب شنو دم الأهالي في أن ناس تبدي تعويضات فلوس مترتبة من معارك سابقة، شنو دم النساء اللي موجودات في المدارس، شنو دم الشايب اللي هو يمشي قدامي قاعد في البرد ما هوش عارف شنو بكرة شنو بيصير، شنو دم الشباب اللي قاعدين واقفين يعني متكئين على السيارة وعلى الجدار وعلى سور المسجد، شنو دم الناس اللي قاعدة في السيارات جالسة مش عارفة شنو تحكي، كل هذا كل يعني نجاوب عليه هم. نعم، المشكلة أن هؤلاء الخارجون عن القانون لم يجرؤ أحد على تسميتهم، حتى المسؤولين يتحدثون عنهم بلغة إبهام، بلغة إشارة غامضة، وكأن تلك المنطقة مثلث برمودا الذي يدخله غير معروف الهوية، مع أن المنطقة معروف من فيها من مجموعات مسلحة، من تشكيلات، من مجالس عسكرية، من منطقها وآمر فيها يعني. فبالتالي يعني لهذه الدرجة، فقط من كلمتين هذا هو السؤال، لهذه الدرجة؟ ما رأيك سيد عماد؟ نحن نتفق، احنا مروحين. نعم، احنا بكره مروحين. الدوله تدير حل، يخطوا رؤوسهم في الحياه. انا نحترم راول بالذات الوزراء، انا نعتبر وزير الحكم المحلي ووزير المهجرين راو على قد يا نبيل مكان كلامي قاسي عليهم، على قد ما نعرف هم المساعي اللي بادلينها، لكن خليهم يخطوا رؤوسهم في الحيط. هذول حكومه، هذول دوله، احنا نخاطبوا في سلطات تنفيذيه، خليهم يبينوا ان احنا بكره راح نرجع. بكره جمعه يا نبيل، بكره جمعه، دوائر الدوله كلها معطله يعني، ويوم السبت معطله، واحنا موجودين. العالم بكره الخارجي يخدم، احنا حتى كان مش متواصلين مع العالم ليبيا في الداخل، بكره راكبين وامورهم تمام، الناس بحياشهم وتزور في بعضهم قبل الجمعه وبعد الجمعه، لكن احنا بكره متواصلين مع العالم في الخارج، العالم في الخارج يخدم يعطل يوم لحد، فنعرفوا حتى احنا عندنا تكتيك، مش يعني مع احترامي في الكلمه ما نمصوش في صوابعنا، احنا مش حنصعد لو ان احنا نبوا نعلوا سقف المطالب، عندنا 60 سقف نقدروا نرجو عليهم بالمطالب ونخشوا لتورغه يا نبيل بالقرواطه، لكن احنا مواطنين ليبيين مش على راسنا ريشه، احنا زينا زي باقي الليبيين، دولتنا وبعض المسؤولين وبعض الحكومات اخفقت في انهاء ملفنا، والان نشوفوا في ملفنا تستثمر فيه بعض الجهات وتبزنس فيه بعض الجهات، فلذلك يجب ان يضع حد لهذا الملف كله. ما فيش حل، ضروري الدوله تدير حل. كيف هي ردود الفعل؟ هل
تسجلون أي أصداء ردود فعل من داخل مصراتة؟ مصراتة مدينة يوجد فيها ربما أكثر من 340 مؤسسة مجتمع مدني تقريبا، إن لم أكن مخطئا، ولكن الرقم قريب إن لم يكن دقيقا. أكثر من 340 مؤسسة مجتمع مدني داخل مصراتة منذ عام 2011. هل صدر من مؤسسة واحدة وسجل لكم هذا بيان، إدانة، استنكار، تعاطف، اتصال، تواصل؟ هل تحركت أي مؤسسة مجتمع مدني داخل مصراتة تجاهكم في شيء، خصوصا بعد اتفاق صلح شهير وقع بين المدينتين؟ باش نكون واضح، في منظمتين لكن مش حنسمي اساميهم، احنا في منظمتين لكن مش حنقدر نسمي اساميهم. ليش؟ في مشكله، في خطر عليهم. راح نقول لك لكن يا نبيل، بصفه عامه الشارع في مصراتة، انا راني في 27 رمضان في السنه الماضيه عبرت لتورغة عبر مصراتة، في كان نتذكرها حراك من دخل تورغة فهو آمن، عبرت عبر مصراتة، كان الترحيب من الأهالي، وكانوا معك شباب من مصراتة أيضا مشوا معكم، كانوا معنا شباب من مصراتة. وكان لنا الفخر أن احنا كنا يعني تنادينا في شهر رمضان، في بعد صلاة التراويح وقبل الفجر وبعد الفجر، وكيف ننسق وكيف نعمل وكذا وكيف يعني كل الاجراءات كانت فرحه هذاك الوقت، وفشل الموضوع لكن مستمرين معانا وكل شيء. لكن الان الملف في ايدي ناس اخرى، على ما اعتقد ان هي ظاهريا تريد حل هذا الملف، لكن في الباطن لا، تسبب العراقيل ما نعرفش ليش. بس ضروري والله يا نبيل، ما عادش عندي خلاص، يعني ما عادش عندي ما نحكي، إلا ضروري الدولة تدير لنا حل، ضروري نشوفوا الحلول على المشكلة. أن أي حل بعد كل هذه الاتفاقيات، بعد كل هذه الجلسات وهذه الاجتماعات، أي حل؟ يعني ما جرى اليوم يجعلنا يعني نشعر بأن لا حل، إن كان حصل ما حصل بعد يعني ماراثون من المشاورات والمفاوضات والنصوص وتعديل النصوص والاتفاق، وخرجت في الأخير وقعوا عليه في تونس، وبعد وإعلان المجلس الرئاسي والاجتماعات التي حصلت في الأيام الأخيرة من حكومة الوفاق، بعد كل هذا حصل اختراق بكل سهولة، يعني من سيارتين يعني مسلحتين، مش حتى يعني أكثر من ذلك. بالتالي أي حل يمكن أن يرجى بعد ما يعني حصل ما حصل؟ ماذا يمكن أن يفعل أكثر من ذلك؟ سيارتين مسلحتين، هذا كان في بوابة الـ14 في الصبح، لكن بعد الساعة 3 بعد الظهر كانت أكثر من 20 سيارة مسلحة في البوابة وفي طريق النهر، وحاولوا أنهم حتى يتعاملوا مع الأهالي بطريقة عسكرية، لكن يعني قدر الله ولطف أن الأهالي تراجعوا وتم إطلاق النار، هذا ذكرته يعني في بداية الحلقة. يا نبيل، أنا ما فهمتش إن الناس يقولوا ما حدث، في ناس خيره، تعرف يا نبيل وانت على الحلقه الان على الهواء، وانت تتصل وانت يعني ماني معاك تو الان على الهواء، في ناس تتصل بيا من مصراتة تحاول تعرف كيف ممكن يعدلوا الموضوع، كيف ممكن يديروا حل، كيف ممكن يخففوا هذا الموضوع. لكن انا ما يتصلوش بيا، انا يتصلوا بالناس اللي عرقلت هذا الموضوع. احنا جاهزين، احنا مدين ايدينا ان احنا نرجع لمدينتنا، ان نكونوا في بيوتنا، ومستمرين. انك انت تمنعني من بيتي، هذه جريمه حرب، وهذه جريمه يعاقب عليها القانون الدولي، يعاقب عليها الاشخاص اللي كانوا وراء هذه العرقله. ضمنيا انا نعرف من هم هؤلاء الاشخاص، لكن مش حنسميهم لين نثبتوا، لان يعني ضروري نعرفوا من هؤلاء الاشخاص يعني قبل ما نعملوا اي اجراء. لكن نمشوا نقولوا بكره باسمي وباسم اللجنه الاعلاميه وباسم اهالي تورغة واهل الليبيين كلهم يسمعوا فينا، ندعوكم بكره لمشاهده اهالي تورغة في العراء. بكره جمعه عطله، نوجب شوي عليكم، افطروا ونظموا اموركم وخذوا قهوتكم وتعالوا تلقونا في العراء هنا. تعالوا شوفوا ليبيا شن صاير فيها، شوفوا 40,000 نسمه شن صاير فيهم، شوفوا الاخفاق نتاع حكومه الوفاق لمجموعه مسلحه صغيره
تربك مشهد دولة وتخلي ما يقارب عن 10,000 نسمة موجودين في العراء الآن قاعدين راقدين، عجائز، أطفال، نساء، شياب، الناس كلها تتصل تحاول تعرف هل في حلول، هل في إمكانيات. أنا تمنيت أن لو عندي الإمكانيات كانت الحلقة بتيت هنا. تعرف يا نبيل حتى تلفزيون ما فيش الناس هنا مش تعرف أني مع من نحكي وش نقاعد نقول وما اللي كانوا ضيوف معاي على الهواء. الناس ممكن أغلب الناس اللي موجودة هنا ما تعرفش ماني وزير حكم محلي، ما تعرفش ماني وزير مهجرين، ما تعرفش اتفاق، ما تعرفش عرقلة، ما تعرفش الناس اللي هادوا جو هاجموهم في بوابة الأربعتاش. ما تعرفهمش الناس، الناس تبي بيوتهم خلاص، ما عندهمش مطالب أخرى. بعدين احنا جينا اليوم آمنين، ما جيناش مدججين بالسلاح وبنعمل وبندير ونتواعد ونهدد، جينا فرحانين، جينا راجعين لبيوتنا. توقعنا ان امس تركب الخيمه ونستقبل الليبيين وتمشي الامور، وقلنا الحمد لله الاموال بتاع شبر الضرر نزلت، يعني كان في بوادر والملف له سنتين وحاجه يسموا فيها الامم المتحده والمجتمع الدولي بوادر بناء الثقه بين الطرفين لمده سنتين. كنا نشوفه في العلاقة بين اللجنتين من تورغة ومصراتة، وأنا كنت على اطلاع بهذا الملف ولصيق لي سواء في تونس ولا في طرابلس، كنت نعرف كل شيء ونعرف اللي عند الآن كل شيء، وحتى بكرة نعرف شنو ممكن أن الدولة تعمل. يعني لابد أن تكون الدولة بكرة موجودة هنايا، لابد أن يكون المجتمع الدولي بكرة موجودة هنايا، لابد أن تكون الأمم المتحدة بكرة موجودة هنايا. الوضع أنا قد ما نشوف في الوضع آمن والناس يعني في العراء وكذا، لكن على قد ما نشوف في الوضع خطير. احنا الان موجودين في ايدي امينه في 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 مدينه بن وليد، موجودين برحاب الصدر وترحيب وفرحه لهؤلاء الناس، لكن في نفس الوقت موجودين في الخطر في العراء. احنا موجودين في منطقه مفتوحه ما ندروش ما نعلموش اللي بيصير فيها، لكن مع هذا كل الناس حابه ان هي تكون في بيوتها، تكون في في منازلها. يعني بصراحه باعتبار عماد باعتبار انك يعني انت مع باقي المهاجرين من الجهه الغربيه يعني الذين قدموا من غرب تورغة لدخول تورغة، لكن هل لديك اي معلومات عن المهاجرين الذين قدموا من الجنوب، قدموا من المنطقه الشرقيه؟ هل بينكم تواصل تنسيق مشترك؟ نعم بيننا تواصل، وزي ما قلت لك قبل الحلقه كان في بيننا تواصل مع الناس اللي موجوده في المنطقه الشرقيه اللي هم موجودين في هراوة، معنوياتهم حتى هم مرتفعه ويبلغوا تحياتهم للليبيين، يطالبوا المسؤولين بزياره المدينه وزيارتهم. يعني الناس راهو تعتبر في اللي صار زي الحلم، يعني قاعده متامله ان 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 بكره في فرج، ان ان من بعض الضيق للفرج. احنا ناس مسالمين، ناس يعني بعد المده هذه كلها ما نش طامعين في اي 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 حاجه، حتى ما يسمى بجبر شو اسمه هذا اعاده الاعمار واعاده التهيئه وكذا، ذري يتركونا ندخل مدينتنا زي ما هي، بس احنا قادرين. ويطلعوا من قصه في زاعه الالغام وما الى ذلك اللي طلعت في الفتره الاخيره هذه، المدينة آمنة، إلا إذا كان هؤلاء الميليشيا اللي اليوم عملوا حاجة في المدينة أو كذا، وإن شاء الله لا. لكن على ذكر هذه النقطة، على ذكر هذه النقطة تم نشر صور يعني تظهر صعود أعمدة دخان سوداء من داخل الأحياء في تورغة، هل لديكم اطلاع على ما يعني جرى في الداخل أو يعني ما المعلومات خلف هذه الصور؟ نبيل الصور هذه كانت لأشخاص جلبوا بعض الإطارات من 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 هنا من هناك واللي مرمية على الطريق ورموا عليها البنزين وولعها في أكثر من مكان، يعني داخل تورغة. نعرفوا أن البيوت أوريدي يعني داخل تورغة، يعني أوريدي نعرفوا أن البيوت محروقة، يعني ما بس البيت المحروق في تورغة بصيانة غير مكلفة يكون أفضل من مخيم، وقلت لك هذه في الحلقة اللي فاتت، يكون أفضل من 1000 مخيم، يكون أفضل من كل المخيمات اللي موجودة. حتى العراء يا نبيل تو الناس فرحانة، العراء إن هي على حدود تورغة الناس فرحانة.
راهو عادي من مش متحشمين احنا نقعدوا في العراء حتى بتورغه ولا مستحيين ولا كلا لا لا بالعكس احنا جدا مبسوطين جدا نشكر كل الجهات الرسمية حتى لو خلتنا في العراء نرفعوا لهم القبعة يعني ما فيش أي مشكلة. الذي جرى اليوم من خرق أمني عماد يجعلنا فعلا نتساءل تساؤلات محملة بالمخاوف، يعني حتى لو تمكن أهل تورغة من الدخول اليوم على سبيل المثال في ظل هذه التصرفات التهديد بالسلاح حرق الإطارات ويعني ترهيب الناس، هذا يجعلنا نتساءل إذا دخلوا أهل المصراتة فعلا أهل تورغة من الدخول إلى تورغة وتمكنوا من ذلك، يعني كيف سوف تكون الأيام المقبلة من 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 الدخول إلى تورغة؟ الأمر لأنه ليس مطمئنا أبدا إن كانت التصرفات من بدايتها هكي. هذا دور المنطقة العسكرية الوسطى، هذا دور الحداد، هذا دور الأموال اللي استلمها، هذا دور التجهيزات، هذا دور الأمن. تورغة بها 450 رجل شرطة، حوالي 200 رجل شرطة الآن موجودين معنا احنا من مديرية أمن تورغة موجودين بآليهم وعائلاتهم. هذا دور وزارة الداخلية أن هي تكون مفعلة مراكز الشرطة وتوفير الأمن والتبليغ على أي خروقات. هذا دور لو كان الموضوع مشي بطريقة صحيحة أن تكون في غرفة أمنية مشتركة بين اللجنة العليا للعودة وبين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وهذه الأمور أمنية ما نفهمش بها كويس. لكن عماد كنا واضحة يعني تورغة رغم تهجيرها هناك مديرية أمن، حتى نذكر بأن عبد الله الثني سلم مركبات آلية إلى مديرية أمن تورغة، ونكون نسمع بأن هناك ترتيبات أمنية مشتركة. يعني إن تغيبت الترتيبات الأمنية من طرف الحداد آمر المنطقة العسكرية الوسطى، ماذا عن جهة تورغة؟ مديرية أمن تورغة مديرية أمن تورغة اللي موجودة في المنطقة الشرقية، أنت تعرف الانقسام الحكومي اللي صاير بين شرق وغرب، لكن وجود مديرية أمن اللي طلع قرارها من حوالي شهر من العارف الخوجر الوزير المفوض في حكومة الوفاق الوطني لشؤون الداخلية أنشأ قرار بتنشأ مديرية أمن تورغة. الآمر بتاعها موجود معنا هنا مع الناس، آمر مديرية أمن تورغة، لكن المديرية أنشئت يعني مستحدثة جديدة. الفلوس توفر الإمكانيات والفلوس موجودة. مديرية الأمن اللي أنشأت في المنطقة الشرقية هي خليني نقول لك مش هتقدر تتفعل ولا تقدر تمارس مهامها في المنطقة الغربية نظرا للانقسام الحكومي والانقسام التنفيذي اللي صاير في الدولة. يعني كان بنفتح ملف حكومة السنية راح ندوه مرة ثانية لعند الصبح بالشغل والبزنس والأمور المخجلة اللي دارتها الحكومة في لأهالي تورغة والعملية البزنس وسرقة الأموال باسم المهجرين واسم النازحين في المنطقة الشرقية باسم حكومة السنية. لكن في المنطقة الغربية الوضع يختلف. الأهالي موجودين هنايا لأن في حكومة معترف بها العالم وقصرت حتى هي وفرت الأموال بطريقة أو بأخرى، لكن الجهات اللي مطلوب منها تنفيذ هذا تقاعست ويجب أن تحاسب. من يحاسبها ما نعرفش، هذه مسؤولية الدولة، مسؤولية طيب. كل مسؤول. أنا لو كنت وزير مهجرين ولا لو كنت وزير حكم محلي أو حتى لو كنت وزير رئيس حكومة الوفاق، من المشكلة اللي صارت اليوم نعلن استقالتي من الشيء اللي صار. لكن عندنا ناس مش عارف يعني دمهم بارد، ما فهمتش شنو الوضع بالضبط اللي عندهم، ما فهمتش صراحة. طيب أخيرا عماد أخيرا أنتم يعني صبرتم على تهجير لمدة 7 سنوات، هل ما زال لديكم جلد أن تصبروا أكثر؟ جدا في صبر لأن تورغة تعني الكثير. تورغة بيرات الحسون، وتورغة قرارة قفط، وتورغة قرارة مريم، وتورغة الوطنية وعلام والقرير وحي الكوشة، تورغة البلاد القديمة والعين والمساعد.
تورغة تعنينا الكثير. المناطق اللي سميت لك هذه هي اسم أسامي مناطق كل من يشاهدني من أهالي تورغة الآن يعرفها ويحس بها ويحس بالكلمة اللي نقول فيها. تورغة طريق الساحلي والبر وقرارة مريم، تورغة الخرجة، تورغة صوف الجين، وكل كل 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 الوديان وال إن شاء الله نراكم تعودون عودة آمنة تحفظ حقوقكم وتحفظ الحقوق للطرف الآخر. يعني في النهاية يعني نحن لا نأمل كليبيين هنا أتحدث، لا نأمل إلا الخير والسلامة والأمان واللحمة الوطنية بين جميع الليبيين، بين كل المدن، لا فرق بين واحدة وأخرى. أشكرك جزيلا عماد رقيعة، يعني سمحنا طولنا معك إنه نحن نسأل فيك، وشكرا لرحابة صدرك، كنت الضيف الأبرز معنا في هذه التغطية مع خذلان الكثير من الضيوف للأسف الشديد اللي كانوا يفترض يسجلوا صوتهم أو يسجلوا كلمة أو موقف في مثل هذا اليوم اللي تستحقها تورغة واللي تنتظر تورغة وأهل تورغة منهم. شكرا جزيلا عماد رقيعة، والشكر أيضا للسادة الضيوف اللي كانوا معاي، السيد يوسف جلالة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين، والسيد يوسف بدات قنص والمفوض وزارة الحكم المحلي في حكومة الوفاق المقترحة. مشاهدينا الكرام، انتهت هذه الحلقة لهذه الليلة من برنامج أكثر بخصوص استحقاق أهل تورغة الذي يصرون على تحقيقه مهما طال الزمن، مثل ما أخبرنا كل الضيوف عبر تغطياتنا منذ الصباح صباح هذا اليوم وحتى هذه اللحظة، والتغطية مستمرة عبر هذه القناة روحها الوطن. دمتم وفي أمان الله.